صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1440 هجرية. جاء فيه: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1440 هجرية الموافق 20 نوفمبر 2018 ميلادية.